السلام عليكم عواش مبروكة ومرحبا بكم في قناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية. حتى شي حد منكم ما غادي يشك او يظن بلي يجي شي نهار ويشوف فيه طفل قتال، ماشي قتال بمعنى مجرم شي صعيب، ولكن ربما كيتورط في جريمة قتل بالصدفة او نتيجة تقصير الوالدين او لسبب واحد اخر. في هذه السلسلة غادي نحكي لكم قصص ديال أطفال قتلة، دري صغار يعني دون سن الرشد تورطوا في جرائم قتل، وفيهم اللي تورط في جرائم قتل ديال الأقارب ديالو في لحظة بالصدفة أو في لحظة ما كانش كان فيها سوء تقدير للأمور. أول حلقة غادي نهضر فيها وغادي نشير قبل ما نشير العنوان الحلقة ونحكي لكم القصة اللي ما غاديش نشير الأقاليم والمناطق اللي وقعت فيها هذه الجرائم القتل اللي تورطوا فيها أطفال، احتراما لديك الأطفال أولا والعائلات ديالهم. ونبدأ أول قصة هي ديال واحد الوليد قتل خوه ببندقية صيد بوحبة. في ديك النهار مع العشية رجع الأب، رجع لدارو في ديك القرية بعد نهار دوزو في التعب في رحلة قنص مع نشطاء واحد الجمعية المختصة بالقنص في الغابات ديال المنطقة. دوزو نهار شاق في التنقل ما بين الجبال الشامخة، ها الرنم ناضت، ها الحجلة طارت خصني نتيري فيها، هادي طاحت خصني نجيبها. نهار كله تعب كانوا كيبحثوا فيه على الطرائد والوحيش المسموح طبعا بالقنص ديالها هو والزملاء ديالو في ديك الجمعية، كما اعتادوا كل يوم احد وفي ايام العطل. هذا هو الحل ديال الاب. ملي تفتتح الموسم ديال القنص كان كيرتحل ما بين المناطق ويمشي كل حد كما قلت عطله في رحله ممتعه طبعا للعين، كيمشي تسارى رغم التعب ديال الجسد والارهاق الشديد من جراء التنقل في ما بين الجبال بحثا على الطرائد والوحيش. ديك النهار رجع منهك متعب، دخل لدارو طبعا باس وليداتو بجوج، هاد الوليدات الكبير فيهم عنده 6 سنين والصغير صغر منه تقريبا بنص المدة يعني يلا عنده 3 سنين. دار البندقية ديالو ديك بوحبة فوق الطبلة في الصالون في كيلعبو الدراري، ودار ايضا مشى حط ديك الشي الحصيلة ديال القنص. في ديك النهار كان صيد 5 الحجلات وجود الأرنب، هذا هو النصيب ديالو في ديك الرحلة للقنص الممتعة مع الزملاء ديالو. بعض منهم كيجيو من مدن واحدة أخرى بعيدة باش يشاركوا في هذه العملية كل ما سنحت لهم الفرصة. المهم الرجل كما قلت جا من رحلة القنص، طلب من مرتو باش توجد له ديك الحجلات يعني والأرنبين ديك الحصيلة اللي جاب. وهادشي اللي دارت هي ودارت سخنات الماء باش دير الواجب، وفي انتظار ذلك دخل هو للحمام باش يستحم يحيد شويه العرق ويسترجع شويه الحيويه ديالو، وخلى ديك البندقيه بوحبه فوق الطابله. في الوقت اللي كان ولادو بجوج كيلعبوا، نتوما عارفين الشغف ديال الدراري، هو اعتاد على هاد الامور. في كل ما يرجع يحط البوحبه في الصالون يعني ويجمع ديك يعطي للمرأة ديك الشيء اللي كيصيد، بس تكلف في الحقيقة هاد المرة خلى فيها ما داش الاحتياطات اللازمة، وغادي تعرفوا علاش. هادشي اللي هو من العادة ديالو المألوف انه ملي كيجي كيضمن الخماسية، وهذه الخبرة اللي اكتسبها منذ سنوات طويلة في حمل السلاح ديال القنص منذ كان شاب صغير، ماشي عاد المرة الاولى اللي كيصيد. نقولوا ربما كل مرة يعني مدة طويلة من اللي كان صغير هو كيصيد، وكان حريص على أنه يضمن ديك الخماسية أو الزويجة اللي كيستعمل في الصيد. فبالأحرى دابا يلاه أوشك يعني على 50 من عمره يعني عنده 40. ولادو بجوج كانوا كيلعبوا في الصالون كيتقفزوا ويمرحوا، حتى واحد من والديهم ما قادر يحد من الشغف ديالهم. مدللين بجوج، واللعب بالنسبة للأسرة ضرورة في حياة الطفولة، الدري خصو يلعب وما يمكنش تكبح الشغب ديالو والحيويه ديالو حفاظا على السلامه ديال النفسيه ديالهم. اصلا اللعب
مدة طويلة، والأب ما كان دوزو مو كيلعبو كينقزو من هنا. الأب كان مازال في الحمام، كان كيستحم حيت كيستحم من الماء البارد، وهي الوسيلة الناجعة اللي كيشوفها هو باش يحيد التعب والإرهاق. ودازت تقريبا نص ساعة وهو في الحمام والحالة على ما هي عليه، إلى أن سمع طلق ناري. منين جات هاد القرطاسة؟ الأب بسرعة دار حوايجو عليه، خرج مسرع من الحمام. المرأة جات من الكوزينة، هرولات في اتجاه من المطبخ للصالون. حتى واحد منهم ما توقع أو جاتو خطر له بالبال ديالو باش يكون مصدر الطلقة هي الزويجة ديال الأب أو الخماسية، لكن الدهشة ديالهم سرعان ما تلاشت بعد الوصول إلى الصالون. ولادهم الصغار واحد فيهم مدد في لحظة احتضار والدم سايل من راسه، وحده كيوقف واقف خوه باكي شاكي ما عارف باش تبلى، كان حائر ما عارف شنو غيدير. في لحظة لعب خرجت القرطاسة جات في الراس ديال خوه الصغير، وما عارف حتى شي حل يخرجو من هاد الورطة، ولقى راسو فيها وهو صغير مازال لا في عمر السنين، ومن حيث لا يدري لقد أطلق النار على شقيقه في اللحظة اللي كانوا كيلعبوا ديال الدور أو ديك التمثيلية ديال القناص والطاردة، وبلا قصد قتل خوه. كانوا كما قلت كيلعبوا لعبة القناص والطريدة، الأكبر يمسك بالبندقية والأصغر يتقمص الدور ديال الطريدة. ما كانوش واعيين أن هذا التمثيل يقدر ينتهي بكارثة. صوب الأخ الكبير البندقية ديال باه في اتجاه الراس ديال خوه، وضغط على الزناد وخرجت الرصاصة جات في راس خوه بلا ما يسمعوا ليه أنين ولا صرخ. صدمة بكمات قتلات، أولا القرطاسة قتلات الولد الصغير، وبكمات الولد الكبير منه. الأب للأسف قصر موقف التشغيل ديال البندقية، ما ضمنهاش قبل ما يديرها على الطبلة، وهادشي اللي ما عمرو اعتاد عليه. كان ما كيحط الزويجة حتى يضمنها وخويها من القرطاس، لكنه هاد المرة ما دارهاش وفرغهاش من القرطاس، وخطأ ارتكبه هو، والنتيجة هي الوفاة ديال الابن ديالو في واحد الحادث ما عمرو يتمحى من الذاكرة ديالو ولا ذاكرة امو امين الولاد، وهو اللي مازال لحد الآن واخا دازت مدة كيحس بهاد الدم، حيت كان هو السبب في ديك المأساة. رغم العقاب ديالو القضاء ديالو مدة في السجن نتيجة التقصير، أما الولد فما كانش ممكن أنه باش يتحاكم حيت مازال السنين كما قلت. القرار القضائي اللي كان اتخذ في هذا الملف هو أنه يتعطى لوالديه. كما قلت قبل ما يجي هذا القرار كان لابد ما أن الأب يخبر العناصر ديال الجدرمية بالشي اللي وقع، وبالفعل جاو وعينو الجثة، عينو الجثة ودارو متعين. للأسف الشديد كانت هذه مأساة، وهي أولى حلقات ديال سلسلة أطفال القتلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشكرا لحسن استماعكم، وإلى فرصة لاحقة دمتم أو في القناة ودامت أفراحكم. ونشير على أن هذا الفيديو لا علاقة له بالجريمة، درناه فقط باش نعمرو، حيت المهم هو القصة اللي حكينا لكم، ونتمنى تكون فيها درس وعبرة للآباء اللي كيصيدوا اللي كيستعملوا السلاح. بقاو تطمنوا السلاح ديالكم وتخويوه من القرطاس باش ما توقعش بحال هذه الجريمة، اللي ماشي غير هذه بوحدها، كانت حالة واحدة أخرى في نفس الإقليم في منطقة واحدة أخرى في نفس الإقليم بلا ما نشير الإقليم. وشكرا جزيلا.